رواية جديدة بعنوان فجر الليل. واه كيف يا ابوي عايزني اتجوز واحدة مانيش رايدها؟ انا قلت كلمة ولا ياك عايز تصغرني قدام اخوي عاد؟ لا يا ابوي، معاش ولا كان اللي يصغرها، بس انا ليه هتجوز واحدة معرفهاش وكمان جهل؟ انا قلت كلمة وما عنديش كلام تاني، بس يا ابوي ما بسش، يا تتجوز بنت عمك يا اما لن تبني ولا عرفك. سابه ومشي وهو متضايق ومش عارف يعمل ايه، وقعد يفكر، وفي الاخر اخد قرار وراح لوالده. يعني ايه؟ يعني موافق يا ابوي، انا ما اقدرش اعصى كلمتك. ربنا يرضى عليك يا ولدي، جهز نفسك يا ولدي عشان نروح الصعيد بكرة. حاضر يا ابوي. انا ليل 29 سنة، حاصل على بكالوريوس هندسة، وعايش في القاهرة انا ووالدي عشان شغله وشغلي. بشتغل في شركة الهندسة الخاصة بيا أنا وأبوي، وعايز يجوزني بنت عمي. أنا ما شفتهاش من وهي عندها 6 سنين، لا وكمان مش متعلمة ومش عارف أعمل إيه. وفي الصعيد خوي جاي بكرة عشان يطلب يد فجر، خبريها عشان تجهز نفسها. فجر بنت يا فجر، فجر بنت يا فجر، قومي قومي يا بنت. في إيه يا أم عاد؟ ماني خلصت كل شغل الدار، عايزة إيه مني تاني؟ قوم يا بنت عشان عايزة أقولك على حاجة مهمة. اتعدلت فجر وقعدت على السرير وقالت ايه يما؟ قولي عاد. ليل ود عمك؟ ماله يما؟ جاي بكرة عشان يطلب يدك من ابوكي، وابوكي قال أقولك عشان تجهزي نفسك. خرجت امها وهي مصدومة ومش بتتكلم، وفجأة قامت وفضلت تتنطط على السرير من الفرحة، وبعدين نامت على ظهرها وهي بتضحك وسرحت شوية. فلاش باك، بنت بتقعد على المرجيحة وعندها 6 سنين، وبيزقها طفل في الـ12 من عمره. اتكلم ليل وقال لها عارفة يا فجر، انا لما اكبر هيبقى عندي فلوس كتير، واجيب لك بيت كله من ذهب واتجوزك، وهتجيب لي مرجيحة زي دي. ايوه هجيب لك كل حاجة حلوة نفسك فيها. بجد يا ليل؟ واني هستناك لما تكبر وتتجوزني. وعودة من الباك بترجع فجر من شرودها وهي بتبتسم وتقول وزي ما وفيت بوعدي واستنيتك يا ليل، انت كمان وفيت بوعدك وجيت. وتاني يوم في الصعيد ابو فجر اتكلم وقال والله نورت البلد كلتها يا اخوي، كيفك وكيف صحتك؟ اتكلم ابو ليل وقال الحمد لله بخير يا اخوي، كيفك انت وكيف البلد واحوالها؟ بخير يا اخوي الحمد لله، كيفك يا ليل وكيف صحتك يا ولدي؟ اتكلم ابو ليل وقال له هم يا ولدي، حب على يد عمك. حاضر يا بوي. كيفك يا عمي؟ اتوحشتك. ربنا يرضى عنيك يا ولدي. كيف شغلك في البندر؟ مرتاح؟ الحمد لله يا عمي ماشية. اقعد يا اخوي، اقعد يا ليل يا ولدي، نورتونا. وبصوت عالي حضر الوكل يا بيت. اتكلم ابو ليل وقال قبل الوكل يا اخوي، اني بيت اطلب يد فجر الولد ليل. ابو فجر اتكلم وقال طب نسمعها من ليل يا اخوي هو العريس. بصله والده وتوتر ليل وقال بضيق طبعا يا عمي، انا يشرفني ان اتجوز فجر بيتك. ابو فجر اتكلم وقال واني مش هلاقي البيت احسن منك يا ولدي، انت اولى بيها، ويلا بقى عشان ناكل لقمة. وبعديها قعدوا في المنظرة. اتكلم ابو فجر وقال بيت يا فجر. نعم يا بوي، هات الشاي وتعالي. بتدخل فجر بالشاي وهي راسها في الأرض ومكسوفة. اتكلم أبو فجر وقال حطي الشاي فجر وسلمي على عمك وواد عمك، كيفك يا عمي وكيف صحتك؟ ربنا يرضي عنك يا بيتي. ايه مش هتسلمي على ليل؟ اتكلمت ولسه عينيها في الأرض وقالت كيفك يا ليل. اتكلم ليل من غير ما يبصلها وقال الحمد لله يا بنت عمي، كيفك انت؟ اتكلمت فجر وقالت الحمد لله بخير. فجر يا بنتي، أنا جاي أطلب يدك لليل ولدي، إيه رأيك؟ احمر وشها جدا وخرجت بسرعة. أبو فجر ضحك اكده تكسفها يا أخوي. السكوت علامة الرضا. اتكلم أبو فجر وقال على بركة الله، خلاص إحنا نكتب الكتاب والفرح الخميس الجاي. انصدم ليل من كلام أبوه لكن ما تكلمش. واتكلم أبو فجر وقال مش بدري شوية يا أخوي؟ لا مش بدري ولا حاجة، هو جاهز وهي كمان، يبقى ليه العطلة؟ كيف ما تريد يا أخوي، ما أقدرش أرد لك كلمة.
يبقى نقرأ الفاتحة. وقرأ أبو ليل وأبو فجر وليل الفاتحة. اتكلم أبو فجر وقال: زغرت يا بيت. واتملى البيت بالزغاريت والفرحة. فرحت فجر جدا وجهزت كل حاجة علشان جوازها واستعدادها للسفر معاه للقاهرة، واتمنت ان يجي يوم الخميس بسرعة. وجه الخميس فعلا وعملوا فرح كبير في البلد، ولكن الستات في مكان والرجالة في مكان. وبعد كتير من الأغاني والرقص والمباركات طلع العرسان لجناحهم في بيت أبو فجر. أخذ ليل فجر وهي مغطية وشها بطرحة الفرح، وأول ما طلعوا اتكلم ليل بسخرية وقال: ادخل برجلك اليمين يا عروسة. دخلت فجر الجناح وهي مكسوفة جدا، وقبل ما تنطق اتكلم ليل وقال لها: بصي بقى، الجوازة دي غصب عني، واني مجبورة اتجوزك عشان خاطر ابوي. اني ما عنديش استعداد اتجوز واحدة مش متعلمة وكمان صعيدية. انا راجل ليا مكانتي. كانت فجر لسه بتبص في الارض، ولما سمعت كلامه دموعها نزلت من كسرة قلبها وكسرة فرحتها اللي كانت بتستناها من زمان. اتكلمت فجر وهي بتكتم بكاها وقالت: وبعدين؟ رد عليها ليل وقال لها: هنتجوز 6 شهور وبعدها هنتطلق، وفي الفترة دي أنا هبقى في مكان وانتي في مكان، تمام؟ أنا هنام هنا وانتي تدخلي نامي في الأوضة اللي جوه. ومين قالك اني هوافق على كده؟ رد عليها ليل باستغراب وقال: يعني ايه؟ يعني انا هخرج دلوقتي واقول لابوي على كل حاجة ومش هعيش معاك ولا ساعة. رد ليل ببرود وقال لها: ولما اهل البلد يشوفوكي طالعة ليلة فرحك هيقولوا عليكي ايه؟ ردت فجر بعصبية: يقولوا اللي يقولوه، انا ما يهمنيش حد. رد ليل ببرود وقال: وهيقولوا على ابوكي ايه في البلد لما بنت تروح له ليلة فرحها، وانت عارف ابوكي مش هيتحمل. يعني ايه؟ يعني اللي انا قلت عليه يتنفذ. يلا خش نامي. دخلت فجر الأوضة وقفلت الباب عليها، وساعتها بس سمحت لدموها انها تنزل. وبعد كتير من الوقت قامت فجر وغيرت هدومها وتوضت وصلت وفضلت تبكي وهي ساجدة لحد ما غلبها النوم على نفس وضعها. اما عند ليل قلع جاكيت البدلة فكر في اللي عمله، وضميره بيأنبه جدا على كل اللي قاله للبنت دي. هي في الآخر ملهاش ذنب. وفضل في صراع بين عقله وضميره لحد ما نفض الأفكار عن راسه وراح في نوم عميق. وتاني يوم صحي ليل على صوت خبط على باب الشقة. صحي وبعدين في لحظة افتكر انه نايم في الصالة. قام بسرعة لما حكته وخبط على باب أوضة فجر، وقعد يخبط كتير لحد ما ردت فجر. قامت لقت نفسها نايمة على الأرض وافتكرت اللي حصل وسمعت صوت خبط الباب هي كمان. كلمها ليل وقال لها: ايه ده، ما تصحي عاد، كل ده نوم، ده لو ميت كان صحي. ردت فجر عليه وقالت له: عايز ايه؟ رد الليل وقال لها: اهل نجوم، افتح الباب، عاوز ادخل حاجتي. فتحت فجر الباب وقالت له: ادخل. دخل ليل، وكانت فجر دخلت الحمام، لبس بيجامة وطلع فتح الباب، لقى ابوه وعمه وام فجر، دخلوا وقعدوا. اتكلمت ام فجر وقالت: امال فين فجر يا ولدي؟ اتكلم ليل بتوتر وقال: بتغير وجاية يا مرات عمي. اتكلم ابو ليل بهمس وقال: شرفتنا ولا ايه؟ رد ليل بتوتر وقال لهم: هجيب لكم حاجة تشربوها. وفي اللحظة دي فتحت فجر باب اوضتها ووقف ليل مصدوم لما شاف. والحد هنا، استنوني في الجزء القادم. دمتم في امان الله.